الجزائريين وهذه الجزائر هذه ما تعنيها الشهداء. خصنا حنا نحميو البلاد، ما تخليوش الناس تضحك علينا. الجزائر حره والشعب والجزائر الشعب والجيش خاوه خاوه ونديروا نيت في اليد، وخصنا رئيس اللي يحمينا ويحمي هذه البلاد. والقايد صالح والقايد صالح حنا كنا ندومونديو هذه العصابه هادو دخلهم دروك، رانا مع القايد صالح وتحيا الجيش. جينا من اجل كلمه، الشعار تاعنا الشعار تاعنا وهو الوفاء للشهداء، الوفاء للجمهورية الجزائرية. نعم للانتخابات، نعم للانتخابات، نحن مع الدولة. احنا يا الان جينا باش نقولوا كلمة نتاع حق الشعب، رحنا مع الجيش الوطني الشعبي، مع العدالة الجزائرية. جيش الشعب خاوة خاوة، الله يرحم الشهداء. وهاد العصابة هادو لازم احنا نتحداهم بالانتخابات باش تكون جزائر مستقلة، والله يجيب لنا رئيس اللي يخدم البلاد. أي انتخابات رئاسية لابد لنا أن يصير لهذه البلد حاكم يسيرها، فبلد بدون حاكم لا معنى لوجودها. ليس لنا وجود إذا لم يكن لنا من يحكمون. نتمنى أن يكون لهذه البلاد رجل يقودنا إلى الأمام ويسيرنا إلى ما فيه خير الشباب وخير البلاد وخير لكل العباد. شباب الجزائري، يا شباب الجزائر أرجوكم، بلادنا راه في خطر، بلادنا راه في خطر، راحنا غلم بلا راعي، لازم ننتخبوا، لازم ننتخبوا. نعم للانتخابات، نعم للانتخابات، نعم للانتخابات، نعم للانتخابات. إن استمرار هذا الوضع سيجر الجزائر نحو المجهول والفراغ الدائم، وسيرهن مستقبل الدولة ويطيل من عمر أزمتها ويمنعها من التقدم، بل وقد يجعل منها لقمة صائغة في يد أعدائها ومن يتربصون بها شرا. وندعو إخواننا وإبنائنا إلى الالتفاف حول هذا المساء الذي سيسجل لهم مواقفهم أمام الله وأمام التاريخ، وهكذا وكذا أمام الأجيال التي ستتذكر حتما هذا الموقف.